خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الأستاذ محمد الردمي، المحلل السياسي والإعلامي اليمني، ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو. المسألة تتعلق بحياة عبد الملك الحوثي. نعم. صح؟ طيب، وما الذي يرغم الحوثيين لو صح التعبير، ومن يتحالف معهم على الجلوس على مائدة المفاوضات؟ وهل المجتمع الدولي أمين في حل الأزمة؟ في تقديري المجتمع الدولي لم يبذل الجهد اللازم للدفع بالوصول إلى هذا المربع. المجتمع الدولي أيضا ينظر إلى مصالحه أولا، وبالتالي يعني الحوثيين مثلا لهم خطوط لاتصال بالأمريكان في إطار مصالح الأمريكان، وأطراف أخرى تربط خطواتها في هذا الاتجاه بمصالح حلفائها أيضا في العالم وفي المنطقة العربية والشرق الأوسط. يعني ولذا قلت لك الموضوع شائك ومعقد. أيضا أقول نحن تعبنا من كثرة الدماء ومن سفك دماء اليمنيين، وبالتالي ما سيجعلنا نعود إلى طاولة المفاوضات هو أن ترمي كل القوى السياسية وراء ظهرها ارتباطاتها بالصراعات الإقليمية، وننظر إلى اليمن وإلى المواطن اليمني. لدينا اليوم شرعية متمثلة في الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، ولدينا حكومة تأخذ شرعيتها من هذا الرئيس. على المجتمع، على التحالف العربي، أن يدعم وجود هذه الشرعية في الأراضي خارج إطار سيطرة الحوثيين، وعلى المجتمع أيضا أن والمنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات أيضا اليمنية والعربية أن تضغط على الحوثيين وندعوهم إلى أن يجلسوا على طاولة المفاوضات. كان قد سبق لهم أن جلسوا مع السفير الأمريكي في مفاوضات في مسقط، وكان قد سبق لهم أن ذهبوا إلى ظهران الجنوب وتحدثوا مع السعوديين فيما يخص أمن السعودية في الحد الجنوبي. ما الذي تدخل بالنسبة لهم؟ يعني هناك إمكانية لكل شيء، فقط يجب أن يقتنع السياسيون وأن يقتنع الحوثيين أنه إلى هنا خلاص تعب اليمنيين. أين ستذهبون؟ ليس بالضرورة أن يكون هناك مزيد من الدماء. هذه المعادلة المغلوطة اللي يعني تتحدثون عن رغبة في السلام وفي نفس الوقت تعبئة في الشارع اليمني بكل السبل، تبشرون الناس بحرب طويلة الأمد لا نهاية لها تحت مبررات دينية أيضا مغلوطة ومشبوهة. لن نصل بهذه الطريقة إلى حل، لكن في تقديري طال المعاناة طالت، واستمرار الحرب أكثر من ذلك أعتقد أمر مستبعد. هناك مستجدات، هناك حاجة الآن في الداخل اليمني تضغط على القوى السياسية بما فيها الحوثيين إلى أن يذهبوا إلى حل. الأمم المتحدة اليوم يتحدث المبعوث الأممي عن رؤية واضحة للسلام، تحدثت الجامعة العربية عن مرجعية متوافق عليها اللي هي اتفاق الرياض والاتفاق المبادرة الخليجية. يعني لدينا مرجعيات كانت كل القوى بما فيها الحوثيون متفقين عليها، ما فيش فيها خلاف. بما فيها عبد الرب منصور هادي كرئيس شرعي كان الحوثيين أيضا كل القوى متوافقة عليه، يعني ما فيش أي مشكلة.